حاجات كتيرة، مش حاجة واحدة بس. تحب الطبلة؟ الطبلة من مجموعة الإيقاعات اللي بحبها. تحبها؟ قوي؟ علشان الطبلة مفهومة غلط. الطبلة كان ليها مفهومين. برضو؟ طبعا. الطبلة اللي احنا تعودنا عليها هي اللي هي اللي ورا الرقصة. والطبلة الجديدة اللي هي بتختص في الجاز، بتختص في طب احنا بنستضيف النهاردة طبلة علشان نقول لها طبلة الإحساس اللي انت بتتكلم عنه. دي هنا برضو؟ الطبلة جات اهي علشان ايه؟ ترجع لها حطيتوها هنا قيمتها الحقيقيه اللي الناس مش فاهماها. اتفضل. بس مش هعرف اعزف الحق يعني من غير بس يلا. هعمل حاول اعمل شو يعني. ها. بسم الله الرحمن الرحيم. هات الاول. هات. يلا. استنى المخرج عايز كمان. كمان بردك؟ يعني اشمعنى هو يعني؟ اعزف لكم ايه؟ برافو. رامي كل اجاباتك اللي فاتت ليا كانت صادقه حتى الطبله. طبعا.